يلا بينا. بصي يا رجاله، قولي كده. دلوقتي احنا هنحل الاسئله بتاعه تشوز وصح وغلط، وبعد كده هنشرح الدرس الجديد. طيب انا عندي هنا، انا مش هترجم السؤال الا لما تقولي يا ميس يعني ايه، لكن لو انت عارفه الاجابه هتحلي على طول. نمبر 1، skin is the smallest ولا largest organ in the human body؟ هختار ايه يا ترى؟ الكلت بيكون smallest organ ولا largest organ in the human body؟ ناري برافو عليك، اكسلنت، جود جوب. نمبر 2، the skin color is your hands or similar or different؟ يعني لون الجلد بتاع الايدين بتاعتنا بيكون شبه بعضيه ولا كل ايد مختلفة عن الثانية؟ تبع بعضي. يبقى نختار كلمة similar، يعني متشابهين. يعني the skin color of your hands are similar، يعني ايدينا اللون بتاع ايدينا الاثنين بيبقى متشابهين. نمبر 3، skin protects you from harmful constants ولا germs؟ skin protects you from harmful constant ولا germs؟ germs، تمام. يعني الجلد بتاعنا بيحمينا من الجراثيم المؤذية، يبقى harmful germs. طيب نمبر 4، skin keeps your body fluids ولا germs inside؟ كلمة يعني الجلد بيحافظ على الدم جوه الجسم بتاعنا، يبقى fluids ولا germs؟ دوتس ايوه fluids، اللي هي السوائل، السوائل بتاعت الجسم اللي هو الدم والميه بمعنى صح. نمبر 5، skin keeps your body temperature constant ولا variable؟ بيخلي درجة الحرارة بتاعتنا ثابتة ولا متغيرة؟ ثابتة، كلمة ثابتة يعني constant، constant. خلاص؟ طيب خلاص. نمبر 6، using sunscreen ولا sunglass protect your skin from harmful sun rays؟ احنا بنستخدم ايه عشان نحمي نفسنا من أشعة الشمس الضارة؟ يا ترى بنحط سان سكرين ولا سان جلاسز؟ برافو عليك. بس أنا همسح بقى دول وأسألك تاني بالإنجليزي وتحل بقى من غير ما أنا أترجم لك أي حاجة، خلاص؟ ماشي؟ ثانية واحدة بس أقفل الباب عشان في صوت جاي من بعيد، ثانية واحدة. يلا بينا. أول حاجة، أول واحد، نمبر 1، skin is the smallest ولا largest organ in the human body؟ لاريس The skin or color of your hands are؟ نسمع تالت انا عشان نسمع تكي. The skin color of your hand، ما ثانية، ما المفروض تبص في الشاشة، ما أنا عاملة شير سكرين. The skin color of your hands are similar ولا different؟ سمالار ماشي، خلي بالك يا رودانا، بص في الشاشة عشان الكلام قدامك. The skin protects you from harmful constant ولا germs؟ جيرمس The skin keeps your body fluids ولا germs inside؟ بلود The skin keeps your body temperature constant ولا variable؟ كوليست ماشي، using sunscreen or sunglass protect your skin from harmful sun rays. سانكري. تمام، ممكن. good، true or false، هنحط علامة صح أو علامة غلط. طيب number 1، skin is the largest organ in the human body. نمبر 2، نمبر 2، skin keeps your body temperature variable. غلط، امال ايه الصح؟ اروح هاشة كلمة variable دي واكتب مكانها كلمة constant، ثابت.
بتخلي درجة الحرارة ثابتة. ماشي. طيب السؤال اللي بعده: skin keeps your body fluids inside. صح. تمام. Number four: using sunglasses protect your skin from harmful sun rays. ليه؟ لأن مش احنا مش بنحط سان جلاسز، بنحط سان سكرين. صني سان سكرين. ماشي. نمبر 5: the skin color of your hands are different. هل اللون بتاع ايدينا مختلف؟ ولا طيب المفروض احط كلمة difference واحط مكانها ايه؟ similar. similar يعني ايه similar؟ متشابه. ماشي. تمام، فاهمة معايا؟ طيب نمبر 6: skin protects you from harmful germs. صح ولا غلط؟ غلط. skin protects. لا غلط. ليه؟ لما بيقول لك الجلد بيحميكي من الجراثيم المؤذية. ماشي. the skin color of your hand are similar. بصي غلط. معايا. لا غلط. ليه هو ده صح؟ بيقول لك اللون بتاع جلدنا في ايدينا الاثنين شبه بعض، يبقى صح. هو بصي بصي يا رودان، هو عمال يعيد ويزيد في نفس الجملة بس باختلاف، مرة يجيبها لك غلط يقول لك عدليها اهو، يعني هي دي هي هي دي، خلي بالك. بس هو عملها له بالمشقلب. The skin color for hand are different. احنا قلنا غلط، المفروض نحش كلمة different نكتب similar. هنا بقى جابها لك صح: the skin color of your hand are similar، يبقى صح. فهمتي؟ طيب نمبر 8: bones make up rib cage. يعني العظم هو اللي هو ده اللي ربنا عمل لنا منه القفص الصدري، صح ولا غلط؟ صح. برافو عليك. بعد كده muscles and bones work together، يعني العضلات والعظم بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. صح. تمام. skull protects hard organ، يعني الجمجمة بتحمي الأعضاء اللي هي القوية. صح. bones make up skeleton، العظام بتكون الهيكل العظمي، صح ولا غلط؟ صح. كلمة skeleton يعني هيكل عظمي يا رودين. ماشي. لو انت عندك كراسة أو ورقة اكتبي فيها الكلمات الجديدة، اكتبي كلمة skeleton يعني هيكل عظمي أو الجهاز الهيكلي. طيب نمبر 12: rib cage protects the brain and the lungs. هل القفص الصدري بيحمي العقل وبيحمي الرئتين؟ غلط. امال صح. بيحمي ايه؟ بيحمي الرئتين وبيحمي كمان القلب. يبقى نحش زبتين ونكتب هارت. هارت اللي هو القلب. اتش اي ايه ار تي هارت. هارت اللي هو ايه؟ هارت يعني قلب. ماشي يا عسل. بس في حاجة تحب أعدها لك تاني؟ لا أنا أصلا كده كده بعد ما أخلص أروح حاطلك الفيديو ده على على القناة، وأروح بعتلك اللينك عشان تسمع الشرح تاني. ماشي؟
في هنا 3 أسئلة صغنطتين اللي هو 12، هنحل 12 دي تاني ماشي عشان بس أأكد لك عليها تبقي فاهمة معايا. بص كده معايا يا رداني، ريب كيج بروتكت ذا برين اند لانج، صح ولا غلط؟ صح. يا رداني يا رداني أنا بعدها مخصصش لا غلط طبعا. ليه غلط؟ كلمة عشان هو البرين ده بيبقى في الصل في الجمجمة، فأنا هحوش كلمة برين وأكتب هارت. بس عشان انت بتقولي عن عدة اللي فوق. لا انا بتكلم على 12. مش احنا لسه حلنا؟ طيب هسألك تاني، استنى نمبر 13 بقى. سكال يعني جمجمة، بروتكت ايز اند ذا برين. ها الجمجمة بتحمي العينين والعقل، صح؟ هو انت مش الراس بتاعتنا، الراس بتاعت الانسان اللي جواها العينين وجواها العقل او الدماغ. طيب يبقى العلامه صح، كلمه صل اسكال دي يعني جمجمه. انت فاهمه معايا يا رودي؟ طيب نمبر 14، ريب كيج يعني القفص الصدري، بروتكتس ذا هارت اند ذا لانجز. القفص الصدري بيحافظ على القلب وعلى الرئتين. صح. الحمد لله تمام كده انت فاهمين. شفت بقى ان هو بيعيد ويزيد؟ اه رقم 14 دي هي رقم 12، بس هو رقم 12 عامل لك حته غلط اللي هي برين، لكن انا كاتبها لك صح اللي هو هارت ولانس. بس كده تمام. يلا ادخل على صفحه 13. ايوه انا عارفه ان انت صورتوها لي. شايفة الصورة كويس يا رودي؟ بص كده معايا، what happens to the food you eat؟ ايه اللي هيحصل للأكل اللي انت بتاكله؟ what happens to the food you eat؟ ايه اللي بيحصل لك لما انت بتاكل؟ أو الأكل اللي انت بتاكله بتعمله، ايه اللي بيحصل للأكل؟ أول حاجة في حاجة اسمها digestion، كلمة digestion يعني الهضم، يبقى الكلمة دي اكتبها كده عندنا كده في ورقة، هجيب لك الكراسة اللي بكتب لك فيها الكلمات. بص معايا، داي اكتب كلمة دايجيشن مرتين ثلاثة كده، اكتبها 3 مرات، داي جيس دي اي اس تي اي او ان يعني الهضم. الهضم يعني ايه الهضم؟ يعني العملية بتاعت الهضم دي المقصود بيها إن الواحد لما بياكل الأكل، الإنسان لما بيجي ياكل الأكل بيتهضم بيتطحن، أول بتحط لقمة في بقك بتقعد تمضغيها، بعد كده تخش في المعدة بقى تبقى عاملة زي الشوربة كده، تبقى عاملة بالظبط زي اللي هو إيه، زي المهلبية، فده اسمه هضم. طب التعريف بتاعه عبارة عن إيه بقى؟ It is the process that it change that it change the food we eat into simpler form، يعني هي عملية بيتم تغيير الأكل أو الغذاء اللي احنا بناكله إلى أبسط صورة. كلمة simpler form يعني أبسط صورة. أبسط إيه؟ أبسط صور ماشي. يبقى repeat after me please، digestion طيب يس digestion يس digestion طيب يس تن it is a process، it is the process. ها قولي ورايا، it is the process
لا كيف ايوه that it changes, that it changes the food we eat into simpler form, into a simpler form. هي عملية تغيير الأكل اللي احنا بناكله إلى أبسط صورة. كلمة أبسط صورة اللي هي a simpler form. يبقى أنا هقرأ لك التعريف وانت تجري بقى لوحدك. Digestion, it is the process that it changes the food we eat into simpler form. يلا قولي انت بقى. Digestion, it's the بروسيس. process that ايوه ذات تشينج. change the food we eat ايوه into قول. a انتو سيمبلر simpler سمبلر four فورم. ايوه شطور. طيب ستيبس اوف دايجستشن، ايه هي الخطوات بتاعه الهضم؟ اول خطوه اور بوديز جيفز اس سيجنالز وين وي نيد تو ايت. يعني الجسم بتاعنا لما يكون جعان يروح عاطينا اشاره، بطني كده لما تكون عايزه تاكل تروح حاطه اشاره للمخ، يلا يا دماغي قول قول، يلا 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 يا دماغي قول، لسان تقول لماما عاوزين ناكل. ف our body give us signals، كلمة signals يعني إشارات. إشارات when we need to eat، علشان تقول لنا يلا نروح ناكل. we need لما نكون احنا عاوزين ناكل، الجسم بتاعنا أصلا بيقول لنا إشارة إن احنا محتاجين ناكل. number two، when we chew the food in our mouth saliva can easily soften the food. يعني ايه الكلام ده؟ لما نيجي ناكل بقى، لما احنا بناكل اللقمة، يعني مثلا ماما عملت مثلا طبيخ كده، او عملت مثلا فراخ ولا مكرونة ولا اي حاجة، واحنا بناخد لقمة عشان نمضغها، لما بنيجي نمضغ الاكل ايه اللي هيحصل؟ بنمضغه فين؟ في بقنا، في اور ماوسز. ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها سلايفا. كلمه سلايفا يعني اللعاب، حاجه كده زي كده زي ميه بتطلع من البق نفسه. معلش يعني في الكلمه، عارفه التفه؟ التفه عارفها، هو ده يعتبر لعاب. اللعاب كان ايزلي سوفتين، كان ايزلي طبعا المفروض ان كان بيبقى في مسافه، بس تقريبا دي غلطه عندكم في الكتاب. المفروض في مسافة بين كان وإيزلي. إيزلي يعني ببساطة، اللي هي الكلمة دي يا جود يا رودي، إيزلي ببساطة. بيعمل إيه بقى؟ سوفتن ذا فود، كلمة سوفتن يعني بينعم، بيطحن وينعم. بنعم الأكل خلاص. يبقى أول خطوة اللي بيحصل، our body gives us signals when we need to eat، بيدينا إشارات إن هو عاوز ياكل. تاني حاجة إن إحنا وإحنا بنمضغ الأكل، الأكل بيحصل له إيه؟ بطننا بيطلع لعاب اللي هو السلايفا، كان easily soften the إيه؟ the food. بعد كده إيه هو عملية الهضم؟ معناها إيه الهضم؟ digestion. digestion معناه التعريف بتاعه، It is the process that change the food we eat into simpler form. أنا دلوقتي جسمي قال لي إحنا عاوزين ناكل، وبقي راح كل لقمة، والسلايفا طلعت اللي هو اللعاب. إيه اللي يحصل بعد كده؟ After we swallow، بعد ما بنبلع الأكل، muscles push it down to your stomach. بيبقى فيه عضلات بتخلي الأكل ده ينزل للمعدة. طب كلمة swallow يعني إيه يا مس؟ يعني يبلع. لما بنبلع الأكل، كلمة تصوله يعني يبلع. لما بنيجي نبلع الأكل إيه اللي يحصل؟ العضلات تروح منزل الأكل على المعدة على طول. طب إيه بعد كده بعد ما تخش في المعدة؟ أصلا المعدة يعني إيه؟ معدة يعني إيه؟ طمك أيوة كده شاطرة.
المعدة دي جواها حاجة اسمها أسيديك جوس، يعني أسيديك عصير حمضي. أسيديك جوس معناه عصير حمضي أو عصارة حمضية. فايدتها إيه بقى العصارة الحمضية؟ ميكس with the food، بتختلط بتتخلط مع الأكل اللي إحنا أكلناه. طيب رقم 5، nutrients go to the blood to give us energy. نروح بقى بعد ما المعدة دي تعمل الأكل وتهضم وكده، تروح مطلعة لنا الغذاء، والغذاء ده يروح لمين؟ للدم، والدم هو ده بقى يدينا احنا الطاقة بقى. والإنرجي يعني طاقة. بس يبقى دول الخمس خطوات اللي بيحصلوا فيه في الجسم أثناء عملية الهضم. أول حاجة our bodies give us signals when we need it. Number two, when we show the food in our mouth, saliva can easily soften the food. بعد كده after we swallow، بعد ما بنبلع الأكل، muscles push it down to your stomach. كلمة push down أو push it down يعني تنزل الأكل تحت، push it down. معناها يدفع الأكل الأسفل للمعدة، يعني بمعنى صح push it down to stomach. طيب stomach contains acidic juice، المعدة جواها عصارة حمضية. acidic juice احفظ معايا عشان الكلام ده ممكن يجي أكمل، ممكن يجي كمان تشوز. acidic ايه؟ juice. يبقى المعدة جواها ايه؟ acidic juice. يبقى stomach contains acidic juice that mixes with the food. طب number 5، nutrients go to the blood to give us energy، يعني المواد الغذائية تروح للدم علشان تدينا الطاقة. ماشي كده يا رودي ولا لأ؟ فاهمة معايا؟ فاهمة الحكاية من الأول؟ ماشي. عموما احنا برضو هنحل أسئلة عشان نطمئن نشوف الكلام بتاعنا ده مفهوم ولا لأ. طيب ناخد الحكاية بتاعة الهارت ولا كفاية كده؟ كفاية كده عشان كده كتير أصلا. بكرة لازم نشرح لك الهارت وأحل معاك التمارين. بصي تعالي تعالي نعين كده على حتة الهضم دي لأن هي فعلا مهمة والله. بصي يا جوجو يا رودي، بصي أول حاجة عايزاك تعرفيها التعريف بتاع الدايجيشن بروسيس. قولي لي التعريف كده بتاع الدايجيشن بروسيس ده، اقرأيه. بص كده واحد من فوق اجري، اجري التعريف ده السطرين دول. ها اول حاجة ايه ده؟ digestion it's ايوه the process ايوه that changes the food eat into a simpler form. simple ايوه سمبلر فورم، ممتازه. طيب احكي لي بقى الحكايه ازاي اللي احنا لما بنيجي ناكل اول حاجه اور بوديز مالها جيف اس ايه؟ سيجنالز، ادينا اشارات علشان تقول لنا وي نيد تو ايت. يبقى اور بوديز جيف اس سيجنالز وين وي نيد تو ايت، يعني الجسم بتاعنا بيدينا اشارات لما نحتاج ناكل. اور بوديز جيف اس سيجنالز when we need to eat. طب تاني حاجة when we show the food. طب بصي لو الزوم قفل نفتح تاني ولا خلاص كفاية كده؟ أحسن كفاية كده، هو الزوم هيقفل دلوقتي. ماشي يا رودي، لو الزوم قفل خلاص ماشي.